Hi guys, it's been a while. So today the slides are about intro to machine learning. So we're just gonna see the methods and approaches, and then we're gonna see how the SVM works from the outside, and what is deep learning techniques and their types. So for the methods, we have the supervised and the unsupervised learning. For the supervised learning, we have labeled data. يعني إذا عندي tagged photos وبدي المشين ليرنينج يتعلم إنه هاي tagged photos مثلاً of a dog. إذا بدي إياه يتعلم إنه these photos are of a tagged dog, then we have labeled data, and we say this is supervised. And if we have unlabeled data, يعني إحنا we feed the machine learning algorithm with some data, بس ما إلها أي class, يعني ما إلها أي label, ومنخلي المشين ليرنينج هو لحاله يحول هاي الداتا لجروبس, يعني يحطها بجروبات. يعني مثلا ممكن اعطيهم يعني مثلا ممكن نستخدم هاي for detection of anomaly data, يعني data that is a little bit out of the norm. يعني يعني مثلا إذا في إشي غريب it detects it, يعني it detects it out of all the similar data. Okay, ف it's used for anomaly detection and also some other stuff. يعني مثلا ممكن أعطي سلة من الطابات وهو يروح يعمل لي اياهم جروبات باللون, هو لحاله يتعلم انه في طابات حمراء, في طابات زرقاء, في طابات كذا. اما مثلا في السوبرفايز ممكن احكي له انه هاي طابات حمراء وهاي طابات زرقاء, اوريدي احكي له من قبل, بعدين اعطيه طابه مثلا بنفسجيه وهو بحاول يحطها يا اما في الحمراء يا اما في الزرقاء. هاي في السوبرفايزد, يعني هو اوريدي بيكون عنده ليبلز وهو بحاول ياخذ الداتا الموجوده ويحطها في ليبل. اما هون ما بيكون في اي ليبل, هو بس بشوف الباترنز لحاله وهو بيعملهم جروبات. يا رب تكون وضحت. So هون it uses patterns to predict label values and on additionally unlabeled data. يعني انا بعلمه انه هاي الطابه حمراء وبعطيه جروب من الطابات الحمراء وبعلمه انه هاي طابة زرقاء وهاي طابة صفراء, بعدين بعطيه طابة تانية وبخليه هو لحاله يشوف هادي اقرب لانه لون طابة. اما هاي automatically discover the features that are needed to classify raw data. هاي بعطيه raw data وانا ما بعرف كيف اصنف هاي الداتا, هو لحاله بتعلم كيف يصنف ليها. اوكي كترت حكي صح. So we have approaches. We have few approaches and some machine learning algorithms. عنا k-nearest neighbor, KNN. It's used for classification and regression. فregression هو لما نحاول نحط نلاقي ال behavior تبع الداتا. يعني مثلا هاي الداتا الخضراء الباترن تبعها هيك طالع لفوق, فممكن مثلا نقول انه هاي الداتا it follows almost like a straight line. بس مثلا البرتقالي والازرق they follow kind of like a circle, والخضرة مثلا they fit into like a circle, فممكن مثلا يعني منقرب هاي الداتا ل function of a circle. يعني this is sort of what regression is. يعني we try to fit it
into the fit the data into some function. وclassification هو لما نحط جروبات classify يعني هذه group 1 هاي group 2 هاي group 3 we classify it based on the shape the color يعني some features each class has. Decision tree learning is a visually represent this so it, this is the decision tree learning. We have a tree, it looks like a tree. هاي الأشياء هي leaves, هي decision اللي بتقول yes or no. And هنا مثلا احنا بنشوف ال condition, is it rainy, is it يعني هنا بنشوف ال condition مثلا إذا عنا rain احنا بنشوف is it heavy rain ولا is it light rain. بعدين إذا if it's light rain مثلا نحكي yes, if it's heavy rain يعني it's like a decision tree. Okay. وبعدين عن الديب ليرنينج سو هاي رح نشوفها لبعدين بحكي عنها بعدين وخل اشرح الكي نيرست نيبر كمان انه it works by calculating sort of like the distance يعني هلا احنا عندنا هذا الكلاس هذا الكلاس وهذا الكلاس بدنا هاي الاكس اللي هون نعرف هي أقرب لهذا الكلاس ولا هاد ولا هاد. فهلأ لو لاحظتوا إنه من ناحية المسافة ممكن تقولوا إنها هي مقاربة للأخضر والبرتقالي بنفس المسافة يعني. لكن عشان نصنفها إيش بنسوي؟ بنعمل زي بنختار أنو مثلاً أقرب ثلاثة. فأقرب ثلاثة مثلاً عندنا هاي الوحدة خضراء وعندنا هون واحدة برتقالية وعندنا هون واحدة برتقالية. فأقرب ثلاث نقط على هاي الإكس حتكون اثنين برتقالية وواحدة خضراء فراح نصنفها مع البرتقالي حتى لو المسافة بينهم متساوية بين البرتقالي والأخضر. Okay, so هاي هيك بتشتغل الـ K-Nearest Neighbor. So it's all about the distance. They calculate the distance. And okay. وهذه reinforcement learning هلا احنا بال machine learning we have some data and it's mapped to some output. بال reinforcement learning we have an event and it's mapped to a reward event and the reward I think yes. ف reinforcement learning هلا هدول مثلا احنا هدول الماشين ليرنينج هدول اصلا فور ذا ماشين ليرنينج when we feed it data it learns صح and then it's خلص الموديل is learned خلص. هلا الريينفورسمنت ليرنينج it keeps learning as the data changes. اوكي يعني هاي مثلا ممكن انا اعطيه داتا وهو يعمل ديتكت انه كذا إشي غريب. أوكي أما reinforcement learning ممكن يتعلم مع الوقت إنه ممكن إشي غريب اليوم بكرة يصير إشي عادي أو يعني حتى لو الداتا أسلوبها بتغير مع الوقت هي هاي reinforcement learning it still learns with it. أوكي هلأ عنا support vector machines which is a type of machine learning and so it finds the best hyperplane with the largest margin between the closest support vectors. هلا a hyperplane is whatever that separates two classes and it looks like a line in 2D, it looks like a plane in 3D. It's what separates the two classes. والمارجن هو هلا المارجن هو يعني هذا الكلاس هذا اقرب داتا لل اوبتيمال هايبر بلين بسموه سبورت فيكتور فهذول عندنا سبورت فيكتورز هذول وبنستخدمهم بإنه نعمل margin نستخدمهم عشان نعمل زي إنه هذا خط إنه نعتبر إنه أي شيء هنا
من هذا الكلاس وأي شيء هون من هذا الكلاس. ف هذا بيكون الـ optimal hyperplane اللي هو بيعطينا الـ maximum distance between this support vector and this support vector. ف طبعا في كتير hyperplanes، يعني ممكن مثلا هذا الخط يكون hyperplane لكن احنا وهذا الخط كان ممكن يكون hyperplane، لكن لو لاحظت مثلا هذا الخط مش كتير بيعطي مسافة كبيرة بين هاي وهاي من ناحية الهايبربلين يعني. أما هذا هو الأوبتيمال، عشان هيك هنا مكتوب أوبتيمال، يعني في كتير هايبربلينز بس هذا هو الأوبتيمال لأنه هذا بيعطينا أكبر مسافة، أكبر مارجن، ماكسيمم مارجن، لأنه هذا مثلا بيعطينا مارجن، هذا مثلا بيعطينا مارجن، هذا مثلا الهوريزونتال لاين بيعطينا المارجن حيكون كتير صغير لو عملنا مارجن لأن المسافة بين هدول. وفي شغلة كمان، هلأ what if we have a data مثلا that is it looks like مثلا عندنا data مثلا هون، لا شو هذا الشيء أبيض، لو عندنا data مثلا هون، هلأ لو عندنا data هون خلنا نعتبر هاي حمراء أو زرقاء، إحنا ما بنعرف يعني، إحنا عم نحاول نتعلم، الماشين ليرنينج عم بحاول يعرف. هلأ هذه الداتا لو استخدمناها كمارجن، يعني شلنا هذا المارجن وقلنا مثلا المارجن الأوبتيمال هو اللي هون، واعتبرنا هاي من هاي الداتا الحمراء، حيكون المارجن كتير صغير and it may cause some errors، لأنه بالمقابل حيكون عنا كتير زرق، يعني حيكون عنا مثلا هنا أزرق، هنا أزرق، هنا أزرق، يعني حيكون عنا كتير misclassification. okay. فهل نستخدم هاي ك support vector ولا نستخدم هاي ك support vector؟ فهلأ لو استخدمنا هاي ك support vector رح نصنف الثلاث الزرق صح، والحمرة واحدة حنصنفها غلط، لكن حنحطها مع الأزرق، نستخدم هاي كسبورت فيكتور. أوكي، ففي هاي الطريقة إحنا منقلل الإيرور، لو استخدمنا هاي كسبورت فيكتور وعملنا هذا هو البست هايبر بلين حيكون عندنا ثلاثة تصنيفات غلط. بالمقابل إذا خلينا هاي مس كلاسيفيكيشن وما اعتبرناها سبورت فيكتور واستخدمنا هاي كسبورت فيكتور، هدول الاثنين حيكون عندنا ثلاثة صح وواحدة مس كلاسيفيكيشن. فإحنا برضو السبورت فيكتورز مو شرط يكونوا أقصى، يعني مش شرط يكون هاي، ممكن تكون مثلا هاي، ممكن تكون هاي، إحنا بنختار، يعني مثلا نختار هذا كمارجن ولا يعني زي هيك، احنا بنختار انه احسن based on the least amount of misclassification. فالمشكلة هون انه بيكون عندنا a little bit of bias. actually هي السلايد اللي بتشرح هذا الشيء. اوكي هي اوكي هذا نمسحه بعدين. so هدول بنسميهم الاوتلايرز، اللي بيكون عندنا مثلا هذه الحمرة هون. هلأ الأحمر لو لاحظتوا 90% من الأحمر كله هون إلا واحدة جاي قريبة على الأخضر، هاي بنسميها outlier، زي كأنها كذابة، يعني في إشي غلط بهاي الداتا، أو يعني extreme، يعني في زي، عارفين كيف مرات بيكون في حالات خاصة، يعني زي الناس الطبيعيين بيسووا هيك بس في حالات خاصة، يعني هاي حالة خاصة. كل الطبيعي الأحمر بيكون هون، نفس الشيء بالأخضر، كل الأخضر بيكون هون لكن هاي حالة خاصة. هلأ إحنا لو جينا بدنا نعمل الهايبر بلين إيش حنقول؟ حنقول والله عنا هون الأحمر، أوكي نرسم عليها خط مثلا، نستخدم هاي كسبورت فيكتور، ومنيجي منقول والله عنا هاي الخضرة مثلاً، نعمل هيك خط، حنلاحظ إنه في عنا كتير مس كلاسيفيكيشن. استنى، wait wait.
مثلا هون بيزبط عادي، بنستخدم الحمرة هاي وبنستخدم الخضر هاي، لكن هون في هاي الحالة عندنا هون حمرة جاي عند الأخضر، هل بنفع إنه نستخدم هاي يعني هاي النقطة هاي ك هيك بنفع بنفع نستخدم هذه كمارجن؟ يعني شوف ما أصغر المارجن، يعني أقرب وحدة حمراء مع أقرب وحدة خضراء رح يكون المارجن كتير صغير وحيكون عندنا مس كلاسيفيكيشن. فإحنا إيش بنسوي؟ نعمل إجنور لهاي الحمراء and we allow mis classification، لكن بنحط المارجن هون، لكن in the future it allow لما يجينا أحمر مثلا هون we don't misclassify، لأنه إذا كان المارجن هون حيكون في عنا كتير misclassification، فإحنا بسبب الأوتلاير. يعني عارفين كيف مرات الأفرج تبع الصف مثلا بيكون 75، هذا الأفرج تبع الصف، لكن في واحد شخص واحد مثلا ما حضر الامتحان وجاب صفر، فهو هذا اللي ما راح الامتحان خرب الأفرج، والأفرج نزل مثلا لستين، والأفرج فعليا مستوى الصف اللي قدم الامتحان 75، لكن بسبب هذا الواحد اللي أخذ صفر غير الأفرج، فصار عندنا زي أوتلاير، فصار عندنا غلط بالداتا. يعني لما أجي مثلا حدا أحكي لحدا إنه والله أنا متوسط صفي 60%، الناس حتنصدم، حتقول شو هذا الامتحان غلط، أكيد في إشي غلط بالامتحان ما بعرف إيش. فإن this case actually ما في إشي غلط بالامتحان، it's just that فيه عنا واحد outlier، فهاي نعتبره outlier ومنحطه هذا كمارجن. أوكي، فهاي المشكلة بال SVM إنه it's highly influenced by outliers، هي low bias بس high variance، اللي هي in the original case اللي بدون ما نعمل compromise. لكن ال SVM إيش بتعمل عشان to improve the SVM accuracy؟ we allow outlier misclassification، منقول we allow this، بالمقابل منخلي المتوسط تبع الصف 75، يعني بيكون more accurate result، مقارب للحقيقة، to obtain the best results، and it uses cross-validation to find the best soft margin with the least misclassification. فهاي لأنه إحنا هون سوينا ignore لهاي الأوتلاير، وهاي عنا error، هذا المسافة هاي عنا error، هاي منسميه soft margin. فإحنا كيف بنحسب، كيف نختار إنه مثلا نستخدم هاي المارجن مش هاي مش هاي مش هاي كسبورت فيكتور؟ فإيش في إشي بيسموه كروس فاليديشن بيساعد على هذا الإشي، إنه نختار أنه بيعطي الأقل إرور بالنهاية. فالريزلت إنه عنا هاي بايس ولو فاريانس، لكن better performance and higher accuracy for most of the data، يعني بنقول 90% من الداتا classified correctly. طيب هلأ الابروتشز تبع المشين ليرنينج، قلنا انه عندنا supervised و unsupervised، so supervised و reinforcement، so هاي نفس اللي حكيناه من الاول، supervised uses patterns to predict label values with additional unlabeled data. okay، يعني احنا بنعلمها بنقولها انه هاي الداتا تبع الديفايس الايفون وهاي الداتا تبع ديفايس السامسونج، بعدين هي بتتعلم لحالها المشين ليرنينج، بعدين نعطيها داتا وهي بتقول هاي اقرب للايفون ولا هاي اقرب للسامسونج. اما الانسوبرفايز بيكون ما في عنا، ما بنقول له هاي سامسونج وهاي ايفون، نعطيه بس داتا وهو لحاله بيبدا يفهم في فرق بين هاي، وهو لحاله بيقدر بيبدا يبني باترنز. فهذه كويسة بإنه إحنا نعمل extract لفيتشرز، يعني discover features، and actually this is what we use deep learning for. so هنا deep learning، we actually use deep learning to extract features sometimes. reinforcement learning زي ما حكينا it is
it is something that keeps learning. يعني هاي مثلا بنعلمهم بالداتا وخلص، نعلمهم مرة وخلص بصير عندنا كلاسيفاير. أما reinforcement learning هو ما بتعلم مرة، لا بضله يتعلم، يعني لأنه ممكن مثلا الآيفون مع الوقت يتغير الأسلوب تبع الآيفون، ومع الوقت يتغير الأسلوب تبع السامسونج. reinforcement learning بيبدأ يواكب هاي التغيرات وبيبدأ يتعلم التغيرات هاي مع الوقت، يعني بتغير الكلاسيفاير بتغير مع الوقت. اوكي هاي الـ approaches المفروض تكون فوق صح؟ مش عارف. مش عارف هاي اوكي الـ whatever. هلا عندنا الـ kernel trick تبع الـ SVM. هلا لو لاحظتوا انه احيانا ما يعني هون انا فرجيتكم انه في خط بيفرق بين هاي الكلاس وهاي الكلاس، بس طب بلكي كان عندنا داتا مثلا هيك شكلها زي هيك، ف هاي بنسميها نون لينير بروبلم. كيف بدنا نعمل الخط، كيف بدنا نعمل الخط نرسمه في هاي الداتا. فالتريك انه ناخذ الريليشن بين هذه البوينت وهذه البوينت وبنعمل الهاير وي ديسكفر اور وي فايند ذا هاير اوردر ريليشنز. هاير اوردر يعني هاي 2D داتا فبنحولها لل 3D بلين وبنشوف يعني الريليشن بين هاي الدوت وهاي الدوت. بعدين بنعمل هايبر بنعمل بلين ذات كتس ثرو ذا 3D data and بصير عندنا خط هيك صح، خط بعدين بنرجعه ف it looks like this يعني هيك زي كأنه hyper 3D and then بنرجعه لل 2D. اوكي رجعه لل 2D. سو هون عندنا 2D بنحوله لل 3D بنلاقي الهايبر بلين بعدين بنرجعه لل 3D فبصير عندنا دائره. اوكي هو فعليا هايبر بلين خط بال 3D، لكن بال 3D الخط لما نحوله لل 2D بتحول بس لدائره. اوكي يعني the idea is in uses higher order relations between points to solve non-linear problems. اوكي فمنلاقي هون البست هايبر بلين. فالتريك ليش احنا بنقول انه هاي تريك، انه احنا او ال SVM ما بتقعد تحول الداتا لل 3D، لا هي بتلاقي الريليشن الهاير اوردر ريليشن وبعدين بتعمل البيست هايبر بلين من غير ما تعمل هاي كومبيوتيشن، من غير ما تتعب حالها وتعمل هاي كومبيوتيشن عشان يضلوا سريع. So this is why the SVM is powerful. Okay. So في عنا كود هاي a simple very simple classifier. By the way أنا في description box رح أحط في course udacity I think udacity اسم الموقع and it's a free course on machine learning. والحلو فيه إنه actually بيعلمكم step by step كيف تسوي الكودينج. And if you don't like to follow courses لأنه it's time consuming, you can just go to the documentation اكتبوا إيش كان اسم الموقع TensorFlow I think, I'm not sure. اكتبوا SKLearn. على فكرة I'm gonna put everything in the description box وانتو فيكم تشوفوا المواقع اللي أخذت منها الانفورميشن. طبعا ما أنا يعني ما هاي كلها من مواقع يعني أنا قرأتها. So رح أحط لكم المواقع، رح أحط لكم ال course. It's a free course on Udacity. You don't have to pay. وبعلمكم كيف تسوي هاي الأشياء. وفي documentation أصلا، يعني عارفين كيف الماث works. It has documentations وبيشرح كل إشي. Actually في documentations بتعلمكم كيف تسوي ال كود تبع، يعني هون مثلا عندنا هون numpy we have to use the library numpy وعندنا library sklearn.naive base
we import the Gaussian NB. I think this is the Gaussian naive base. هذه I think the kernel function or the classifier. So the classifier we have is the Gaussian, and we have to use this fit classifier dot fit عشان نحط ال input. ال x هي ال input وال y هي ال output. ال input حتكون ال data input ال raw input data. ال y حتكون ال classes. Okay. ف هون عنا class 1 هون عنا class 2. ف بعدين ال Gaussian function اللي هو الclassifier. اوكي بعدين نعمل print. هون نعطيه input predict, نحكي له نعطيه مثلا input بين ال minus 0.8 وال minus 1, اللي هو بيجي بين ال minus 1 و minus 2 I think مفروض يكون class 1 صح according to the input data minus 1 minus 1 is 1 minus 2 minus 1 which minus 0.8 is between here minus 0.8 and minus 1 is in between here so it should be class 1 فالoutput حيكون class 1 classifier so I kind of forgot what PF means. Anyways, إنه كل إشي موجود على الإنترنت, so don't worry. And now we have the deep learning. So deep learning is actually machine learning. But machine learning works for small data, and deep learning works for big data. And machine learning needs a lot of pre-processing and you have to be good at giving, يعني you have to already know the features عشان نعطيها للmachine learning. أما deep learning ممكن تعطي unstructured data and لحاله deep learning راح يتعلم. يعني مثلا السوشيال ميديا data it's very unstructured وصعب الmachine learning يتعلم السوشيال ميديا data لأنه كتير unstructured, بس deep learning عادي ما عنده مشاكل. It's good at this and it can work its way through big data, and the more data it's given the more accurate. So the tasks of the deep learning is either clustering, it's like grouping, classification, grouping, regression is showing the behavior of the data. هلأ اوكي خلنا عشان نوضح الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن. هلا الكلاسيفيكيشن تكون عندنا جروبات, يعني مثلا either a dog or a horse or a cat. ريجريشن is مثلا انا ممكن اسال كم سعر البيت بعد سنه, او كم سعر البيت بهذا الحجم بعد مثلا سنتين. الجواب حيكون مثلا 80% حيكون سعره كذا, أو مثلاً حيزيد سعره مثلاً 20%. يعني الريجريشن بيعطيني زي رقم temperature يعني إشي زي هيك. أما الكلاسيفيكيشن بيعطيني binary, يا إما this يا إما that, ما في إشي اسمه 20% dog 50% cat and 60% horse, ما في إشي زي هيك. It's either cat, horse or a dog. Regression it's kind of like more continuous data, something like that. Sample generation is like when we use the GAN. The GAN اللي هو adversarial networks generate. زي لما احنا نعطي الGAN, في اشي اسمه GAN, احنا بنعطي it's like a deep learning, نعطي data وهاي الجان بيتعلم ال statistics تبعت الداتا وبينتج data جديدة fake data جديدة بنفس ال statistics. So more on that later, فهمكم later. We have a node. This node is this actually this
عندنا هيك زي دوائر، هاي نودز، عندنا هون 3 نودز، هون عندنا 4 نودز، هون عندنا 4، هون عندنا final node. It's a linear function that extracts and maps information. So عندنا هون input and then في عندنا some linear function and the output actually. So the weights حيكون عندنا weights of the weights تبعت كل input حتكون actually I think features. يعني مثلا ممكن يكون مثلا اللون الأحمر، الشكل الدائري، الحجم كبير أو صغير، إشي زي هيك. بعدين في عنا الويت مع البايس، وبعدين بيعطينا some activation function و output، بيعطينا output يعني. So this is what each node does. It's a linear function. It gives some weights to features and they're like weights, but what they are is like weights of each feature. يعني it's 60% white color. Actually, all this is one layer. This is a hidden one layer. هذه ممكن مثلا represents مثلا the color brown. هذه it represents the height. شيء زي هيك. And it extracts features by assigning different weights. فال hidden layers increasingly extract features and transform it. Okay. Weights and biases اللي هم هذا ال bias وهاي ال weights. لعند x1 is an input, x2 is an input. Each input has an assigned weight. But then we have a bias. Okay. It's like we add a bias to these. It's like x1 omega 1 plus x2 omega 2 plus x3 omega 3 plus this bias. إشي زي هيك. Okay. Okay. هلا ال weights وهاي الأشياء they're unknown. Okay. And they're assigned يعني automatically by the deep learner. And the output classifies and predicts or generates samples. فطبعاً هذه it's what it does يعني tasks. Output either بيعطينا class or prediction of a number or temperature or it generates a new sample with the same statistics. يعني مثلاً ممكن أنا أعطيكم ممكن أنا أخذ مثلاً 1000 صورة وأعطيها للجان وهو يعطيني صورة إنسان تستخدم نفس الـ statistics والـ facial features تبعت الـ input data وبتعطيني fake person، صورة حدا أصلاً doesn't exist. بعدين في عنا backward and forward propagation لأنه عنا هلأ كيف الـ weights وهاي الأشياء they're assigned يعني كيف يعني بالأول بتكون random بس كيف الـ deep learner بصير يتعلم هاي الأشياء فبنستخدم الـ backward and forward propagation. يعني مثلا ممكن هو مثلا يكون عارف إنه البنانا it looks like this ف it goes to the from the back and works its error by the error or works frontwards يعني sort of like gives feedback and it learns these stuff. Okay, so the good news is هاي الأشياء يعني مو كتير لازم تكونوا فاهمينها يعني anyone can use deep learning and they don't really need to know this stuff just to have an idea يعني. هلا deep learning why do we use deep learning? So the performance شوف هون the amount of data the older learning algorithms اللي هي machine learning the performance ما بتزيد أما the deep learning لو عندنا huge data deep learning أحسن من machine learning. okay. هلأ عندنا neural networks actually هاي هي neural network هاي النيورون النيورون هي مع بعض لما بيعطينا زي هاي هادي زي واحدة من هدول if we stack them together بصير عندنا neural network so هادي neural network. فعندنا convolutional neural network, recurrent neural network,
generative adversarial network I think ناسي اسمها وعندنا الترانسفورمرز نيورال نتوركس ال TNN it's هذه it's new it's like a more powerful CNN or RNN بس ال CNN is the most used I think for image classification and object identification so نعطيها images وهي بتتعلم إنه مثلاً هاي صورة بنانا أو صورة كذا وال RNN هي بتشتغل على sequential data لما يكون عندنا إشي زي audio it changes with time okay عندنا language natural language processing يعني أي إشي بتغير with time it's sequential فبنستخدم recurrent neural networks and الGAN بنستخدمها when we wanna generate fake data it generates new data with the same statistics as the input data. وبس